99.7 كثير مبسوطة وفرحانة بهذا المعدل، إنه شهود ما راح حدش على الفاضي، وبحب أشكر كل حدا دعمني. كنت أحاول إني أول بأول مرات مش كثير على حالي أشياء، بس ما كنتش أجد حالي زيادة عن اللزوم يعني. شعور رائع رائع لا يوصف. فإن كنا نتوقع شيء قريب من ذلك، بس لما نتوقع الأولى على الوطن يتوقعنا من العشر الأوائل ممكن. الحمد لله رب العالمين، هذا نتاج جهد دؤوب وتواصل منها واجتهاد على مدار سنوات دراستها كلها ومتابعة من الأهل، وفرناها طبعا كل سبل الراحة. حتى على اللجنة كنت أوديها يوميا بسيارتي، ما أريدش أركب معي سيارة عشان ما تتوترش، كنت أوديها وأروح أطلع من نص الشغل أروح أجيبها وأروحها. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفق.